الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التي نسلط الضوء فيها على بصمة وقصة نجاح لواحدة من الأكاديميات الرياضية في اليمن، والتي حققت مؤخرا إنجازا كبيرا في إحدى البطولات الإقليمية على مستوى مجموعة من الأكاديميات في الوطن العربي. فأهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيل هذه الحلقة. من وسط الركام وثنايا ملاعب تعز المدمرة، حلق أبطال أكاديمية نادي أهلي تعز في فضاءات التتويج، وبمنتهى الإصرار انتزعوا أول كأس في بطولة الملتقى الدولي للأكاديميات التي أقيمت في جمهورية مصر العربية بمشاركة مجموعة من الأكاديميات العربية والدولية. بهذا الإنجاز النوعي والمشرف استهلت أكاديمية نادي أهلي تعز مسيرتها التي بدأتها في 20 فبراير من العام 2022، وفق رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف النبيلة، أهمها اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وتأهيلها. نود أن نعرف أولاً كابتن حافظ معلومات عن الأكاديمية، البداية، الفكرة، الأهداف، متى بدأت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت بداية إنشاء الأكاديمية، فكرة يعني طور الإنشاء، كانت في بداية طور الإنشاء في عام 2008، وتم الاعتراف بها في العام 2020 من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم الأكاديمية، الاتحاد العربي للأكاديميات لكرة القدم في عام 2020، وتم تشكيل الأكاديمية في العام 2021. وتتمثل أهداف الأكاديمية في صقل جميع المواهب، جميع الفئات العمرية، ورفض النادي باللاعبين، وكذلك يعود رفضها للمنتخبات الوطنية للوطن. يعني من كل الفئات؟ كل الفئات، فئات البراعم، الأشبال، الشباب. طيب أنتقل لكابتن سامي. الناشئين. كابتن سامي شبطي، يعني اللي شاركتم به في جمهورية مصر العربية كان من أي فئة عمرية؟ فئات الأشبال، من 12 سنة إلى 14 سنة. والحمد لله يعني قدمنا مشاركة محترمة وبيضنا وقدمنا أداء جيد، وشرفنا اليمن وشرفنا تعز والنادي الأهلي. الحمد لله. بس الشيء يعرف انه كيف تم اختيار الفريق؟ ما معايير؟ تم اختيار الفريق على المعايير الانضباط، المواهب، يعني كل لاعب على حسب مركزه، يعني شلينا بكل مركز، بكل خط، مثلا الدفاع ووسط الهجوم شلينا من 5 لاعبين، طلعنا ب 15 لاعب، 16 لاعب. والحمد لله توفقنا. طبعا انا مدرب معنا المدير الفني الكابتن احمد المهتدي والاشراف الرياضي، طبعا المعايير نختارها انا المدرب والمدير الفني والاشراف الرياضي، لانه الكادر اللي عندنا كامل اللي بالنادي الاهلي كلهم يعني لاعبين. جميل. طيب انتقل للكابتن حافظ، يعني الاكاديميه الان ابرز انشطتها؟ أنشطتنا هي طبعاً تتمثل في كرة القدم لجميع الفئات، يعني براعم، أشبال، ناشئين، شباب. ونستقبل اللاعبين في دائرة الأكاديمية، نستقبل اللاعبين، نأخذ يعني وثائقهم، وكذلك رسوم يعني قطع بطاقة انتساب لهم، رسوم رمزية. وتتمثل في أنشطة النادي، يتم عمل دوريات داخلية لهم، ونشارك في فعاليات وأنشطة مكتب الشباب الرياضة. جميل. وكذلك دوريات التي يقيمها فرع اتحاد كرة القدم تعز. طيب في ألعاب أخرى ولا يعني الأكاديمية كرة القدم؟ الفكرة الآن هي كرة القدم.
وفي في المستقبل ان شاء الله في كرة السلة تطور حسب الامكانيات المتاحة ان شاء الله. برأيك كابتن سامي انه الاكاديميات الان اللي بدأت تنتشر هل اسهمت في تفعيل الحركة الرياضية في خاصة طبعا بعد المشاركة حقنا الان في اكاديميات الان انشئت وهذا، ومعانا هنا كمان هنا الان في تعز اكاديمية الريادة وهذا. كل ما تكثر الاكاديميات كل ما هذا كل ما يكون التنافس افضل واقوى. صحيح. وهذا طبعا بالرغم يعني احنا الاول اللي بدينا اول اكاديمية في اليمن وفي تعز، ان شاء الله يعني تكون هذه المنافسات والاكاديميات اللي اقيمت نحن يعني نتطور ونزيد يعني حماس ازيد وازيد. طب ايش ينقص الاكاديميه الان في الوقت الحالي؟ ايش ينقصها؟ والله امكانيات والله الدعم والملعب. نحتاج يعني الملاعب كبيره. تعز ما معنا الا ملعب الشهداء يعني، والملعب سيء جدا. مش مؤهل. مش مؤهل. طيب ان شاء الله يعني تشارك في عندك نيه انه تأهل فريق اخر للمشاركه؟ والله احنا عندنا طموح يعني احنا نشارك ان شاء الله بالمشاركات هذه اللي بتجي الان، والاداره واداره المهجر والداعمين حقنا قائمين على هذا الشيء يعني ان شاء الله يعني بتكون يعني بالفئات الصغيره تحت سن 12 سنه تحت. طيب انتقل كابتن سامي فيما يتعلق بالاكاديميه بشكل عام. الأكاديميات الآن بعد فوزكم ربما بدأت توسع وتنشط من جديد، وانشئت أيضا أكاديمية ربما في صنعاء الآن معهم أكاديمية. أنتم كم إجمال لو قلنا مثلا لاعبين كم تم رفض النادي الأهلي بلاعب منذ بداية الإنشاء الأكاديمية حتى الآن، وكيف تم تأهيلهم تدريبهم؟ تم رفض النادي بلاعبين يعني في بداية 2008 في مجموعة من الشباب تم رفضهم للفريق الأول وحققوا بطولة كأس رئيس الجمهورية في العام 2013. جميل. ونستقبل وإجمالي عدد اللاعبين في الأكاديمية يصل إلى ما يقارب 1000 لاعب في الأكاديمية. في الأكاديمية من كل الفئات العمرية. في كل الفئات العمرية. نعم. جميل جميل. استطاعت أكاديمية نادي أهلي تعز رغم قلة الإمكانيات وشحة الدعم وحالة الركود والغياب الرياضي أن تعيد الروح والألق لكرة القدم اليمنية، وظهر لاعبوها بالمستوى المشرف والمبهر، وانتزعوا لأكاديميتهم وبلادهم كأس البطولة في نسختها الأولى. إن شاء الله نتمنى يعني من مكتب الشباب الرياضة واتحاد الرياضة أنهم يعني يأهلوا ملعب الشهداء ويأهلوا ملعب النادي علشان يعني يطوروا الشباب والكوادر كي يعني ندعم المنتخبات بإذن الله. طيب كيف كان شعورك لما فاز فريقك؟ والله شعوري شعور جميل جدا، لأنه هذه ما هيش فرحة فريق أو فرحة مدربة، هذه فرحة محافظة وفرحة وطن. لأن إحنا قابلنا طبعاً القسم السعودي في النهائي يعني أكاديميات سابقة، أكاديميات معروفة، هذا مدعومة مادياً ونفسياً وهذا وكل شيء، والحمد لله تفوقنا، وكانت الفرحة الأكبر إن إحنا سعدنا اليمن وسعدنا محافظة تعز خاصة. كلام كبير. هو كان بينك فخر كبير يعني لكل اليمنيين شعروا بالسعادة يعني في هذا الوقت بالذات. طيب كابتن حافظ يعني باختصار فيما يتعلق بالإمكانيات، كيف استطعتم أنكم تتغلبوا على كل الظروف والتحديات
وصلتم إلى تحقيق إنجاز إقليمي؟ الحمد لله يعني بتكاتف الجميع حققنا ما كنا نصب إليه. بتكاتف الإدارة والمسؤولين في المحافظة والاتحاد والوزارة، فكان الإمكانيات يعني كانت محدودة يعني متواضعة معنا ملعب يعني صغير، بس يعني المدربين حسب الإمكانيات يعملوا جرعات تدريبية في النادي وفق جدول في ملعب يعني. النادي في وفق جدول على الفئات العمرية كاملة من براعم وشبال وناشئين وشباب، وكذلك الاستعانة في جدول يأتي لنا من فرع الاتحاد في ملعب الشهداء، ونعم ويستغلونه المدربين الاستغلال الأمثل في إعداد اللاعبين، والحمد لله المشاركة كانت ناجحة وحققنا البطولة وفرحنا اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص. طيب في عندكم طموح آخر في المشاركة القادمة؟ إن شاء الله طموح مستمر لدينا ووفق الإمكانيات المتاحة من خلال الدعم الذي يأتي إلينا من جميع الجهات، وإن شاء الله يتحقق لنا المشاركة القادمة. طيب على مستوى الفرق يعني في كيف تقيم أداء الفرق في كل الفئات في البراعم والناشئين والشباب والبقية الفئات؟ التقييم يعود على الجرعات التدريبية التي يقوم بها المدربين، والحمد لله المدربين ما يقصروا في إعداد اللاعبين وتأهيلهم حتى تكون هناك مشاركات إيجابية وتحقيق بطولات إن شاء الله. طيب كابتن سامي، سؤال، هل تعتقد أنه كافة الفئات العمرية أو الفرق من كل الفئات العمرية الآن مؤهلة للمشاركة خارجية؟ نحن عندنا في النادي طبعا المدربين سابقين يعني كانوا لاعبين في النادي الأهلي وفي أندية يعني لاعبين محترفين، وبإذن الله الفئات العمرية قادرين يعني أنهم يشاركوا مشاركات خارجية إن شاء الله من فئة البراعم والأشبال والناشئين والشباب. يعني كلهم الحمد إذا في أيوة إذا في يعني دعم إذا في ذا بنشارك بالفئة العمرية كاملة، وعندنا القدرة إن شاء الله بالفئات العمرية كافة بإذن الله. طيب كابتن سامي، لو قرأنا مثلا واقع الكرة اليمنية كيف تقيم، كيف تقرأ واقع الكرة اليمنية؟ والله واقع الكرة اليمنية حاليا بدي يتصلح يعني من 2021-2022، لكن ما بعد الحرب مباشرة 2015-2016-2017-2018 ما فيش رياضة في اليمن يعني نهائيا. الآن السعادة عافيته بإذن الله مع كثرة الملاعب وهذا، وإن شاء الله ملعب تعز يتصلح وملعب نادي الصاق بإذن الله إن شاء الله. الدعم ينحصر في دعم وزارة الشباب الرياضة فقط والاتحاد العام وإدارة المهجر وإدارة النادي الأهلي وبعض رجال الأعمال، يعني مش الكل، يعني بعض رجال الأعمال يقدمون دعم بسيط للأكاديمية. طيب كلمة أخيرة كابتن حافظ. ونتمنى من رجال الأعمال الكبار أن يلتفتوا إلى أكاديمية الإتعاز ويدعمونها لكي تنهض أكثر وأكثر إن شاء الله. هي حقيقة إنه بعد الإنجاز المشرف لأكاديمية نادي أهلي تعز، إنه ينبغي أو مفروض على كل الشركات سواء في تعز في صرعة في كل المحافظات أن يدعموكم، لأن أنتم مثلتوا اليمن خير تمثيل. شكرا لكم. شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة ونشكر قناة السعيدة. تلقت أكاديمية نادي أهل تعز العديد من العروض للمشاركة في بطولات دولية وخارجية، لكنها قد تجد نفسها مضطرة للاعتذار بسبب عجزها عن توفير تذاكر السفر وتكاليف المشاركة، الأمر الذي يبعث على الحسرة والألم.
وما بين التميز والإهمال ثمة قصة نجاح ينبغي أن تستمر بالدعم والتشجيع والتحفيز وتوفير الإمكانيات كي تواصل الحضور والإنجاز لتعز ولليمن عامة. مروان، كيف كانت المشاركة في البطولة الأغلبية؟ والله تمام، كانت مشاركة حلوة ولعبنا الحمد لله، إن شاء الله نستمر على هذا الشيء، لعبنا بشيء جميل. كيش كان دورك في الفريق؟ أنا كنت لاعب ارتكاز. لاعب ارتكاز؟ أيوة، وزع كور يعني كده. جبت أهداف؟ وزعت كور فقط؟ وزع كور فقط يعني، لأنه أنت العمود الرئيسي في الفريق صح؟ أيوة. طيب يوسف، أحكي لنا عن مشاركتك في الفريق وعن مشاركتك في البطولة. مشاركتي في الفريق هو رأس حربة مهاجم، ويعني مشاركتنا بالبطولة كانت بعد معاناة، وكنا يعني الرحلة ما كانش بتقوم، كانت مستمرة يعني إلى قبل الرحلة بأسبوع خلاص قطعوا لي إحنا جوازات، ولا كنا إمكانيتنا إحنا مش تمام، والحمد لله عملنا المستحيل ولم نخذل أي واحد دعمنا إحنا معنويا وماديا. جميل. طيب ايش رسالتكم الان للكل؟ رسالتنا شكرا جزيلا على هذا الشيء، ان شاء الله سوف نقدم في المستويات القادمه وما نخذلش اليمنيين ان شاء الله، بالتوفيق. بالتوفيق يا رب. ادي يوسف كلمه اخيره. يوسف كلمه اخيره، ما هي رسالتك؟ رسالتي ان اللاعب اليمني يحتاج الى امكانيات فقط ودعم مادي ومعنوي، واللاعب اليمني عنده موهبة يعني لا تحتاج إلى تمارين بسيطة فقط، وسيكون اللاعب اليمني عالميا بس نفتقد هذا الدعم، وإن شاء الله سيتوفر لنا ملاعب وسنلعب وسنا طموحات إحنا تتحقق إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا يوسف. شكرا مروان. مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم الكثير من التفاصيل حول هذه الأكاديمية وما حققته من فوز وإنجاز كبير رغم التحديات والعراقيل وقلة الإمكانيات، إلا أنهم تمكنوا من أن يحصدوا مكانا لهم في الكثير من المحافل الإقليمية في هذا المجال. حقيقة هذا الجهد وهذا الجهود التي تبذل هنا في هذه الأكاديمية جهود تستدعي من الجميع الدعم والتحفيز أيضا، وأن نرجو من الكل أنه ينتبه مثل هذه الأكاديميات كونها تسهم كثيرا في إنتاج الكثير ورفض الكثير من الأندية بمجموعة ونخبة وكوكبة من اللاعبين المتميزين في بلادنا الحبيبة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم على كرم المتابعة وألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.